طنجة نيوز، أول موقع إخباري بشمال المغرب. هذا لقاء تواصلي اليوم مع ساكنة مدينة طنجة باش كنعربوا للعالم أنها مدينة الثقافات، مدينة العلاقات، مدينة الحب، مدينة السمح. اليوم عندنا 10 ديال الدول اللي مشاركة في هذا اللقاء الفولكلوري اللي كيجسد مدى حب العالم لمدينة ديال طنجة. وكنتمنى إن شاء الله في هذا الفترة هذه اللي مشاركين معنا 250 شخص في هذا اللقاء من 10 دول، ان شاء الله يرجعوا عندنا السنة المقبلة ان شاء الله باش يكون عندنا النسخة الثالثة من لقاء الثقافات بمدينة طنجة. Come on,